انا ما شفتش يا عبد العزيز اليونايتد من ساعه ما انا اتولدت يخش فيه 81 هدف في كل البطولات حتى الان، 81 هدف فاهم، ومن ساعه ما اتولدت انا مواليد 78، لو تشوف الارقام 81 وحتى الان في كل البطولات والموسم لم ينتهي، ده كارثه. مع العلم دعم صفوفه بحارس يعتبر حارس مميز بناء على ما قدم. ايوه عشان بتشجع الانتر انت. لا 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 مش صح لا لا وصل لنهائي الشامبيونز ليج. ايوه معاك، بس هل هو اونانا بتاع الانتر؟ ما حصل لفريق مانشستر يونايتد على الصعيد الفني داخل ارضيه الملعب مع تنهاج، هل يستحق الاستمرار مع مانشستر يونايتد؟ بص، بعيد عن تحليلي، انا شايف ان الملاك الجدد واخدين قرار عبد العزيز انه هيمشوه، بس مشكلتهم في من يجي يمسك الفريق بعد تنهاج. هو عاوز زي ما اقول لك يقول انا موجود، هو بيبحث عن النهايه السعيده. النهايه السعيده ايه؟ ان انا انهي الدوري كويس واخد الكاس الاتحاد الانجليزي، عنده نهائي مع مانشستر سيتي، فالنهايه السعيده هي دي، مع ان برضو لويس انغال خد الكاس وبعدها مشي، جوزي مورينيو اليوروبا ليج ومشي وذهب. فانا شفت، انا قلت لك الملاك الجدد هيجيب مدرب جديد، بس بيبحث عن من هو. هل في اسماء طرحت؟ ساوث جيت في بعض الاحيان، جراهام بوتر في بعض الاحيان، اوعى تجيب الاثنين دول، انسى، حاول مع توخيل. هتقول لي توخيل اصله في البايرن وبتاع، اسم كبير، وحاول تدعمه وحاول تجيب الصفقات اللي هو عايزها مع البيئه والرجاله اللي انت جبتها الجداد في الاداره الرياضيه، تنظيم البيئه هيبقى كويس نوعا ما، البيئه هتبقى ناجحه مع مدرب اسم كبير وتاريخ كبير في الدوري الانجليزي وفي دوري الابطال، ممكن يعود مره اخرى اليونايتد للكبار. مانشستر يونايتد بعيدا عن تنافس ارسنال والسيتي كابتن محمد يحتاج للنقاط الثلاث بشكل كبير، لان وجود النقاط الثلاث في هذه المرحله الحرجه بالنسبه لمانشستر يونايتد تعيد مانشستر يونايتد نوعا ما الى مكانه مريحه على مستوى جدول الترتيب ان صح التعبير، لان هناك تحدي بينه وبين تشيلسي ونيوكاسل. هل يستطيع ان يقدم شيء امام فريق راغب في التحدي على اللقب؟ ممكن اذا راى تنهاج ان المباراه دي كبيره فرصه انه يقول انا موجود، ويردد فعل اللاعبين بعد خساره كريستال بالاس برباعيه وباداء هزيل ومستوى سيء. اذا لم تكن البطل فكن انت من تحدد البطل، ده هدف كبير بالنسبه لليونايتد. اي نعم، الهدف يحدد من يحدد غريمه في نفس المدينه مانشستر سيتي، بس هو بالاول والاخير انت لعب لنفسك، سيبك بقى من ان تحدد البطل، بس انا عاوز اكسب. لان ليه من النقاط السلبيه هذا الموسم لليونايتد عبد العزيز ان اللعيبه تعودت على الهزيمه. احنا بنتكلم على الدوري 13 هزيمه في موسم واحد ولسه الموسم ما خلصش، فصعب جدا لما لعيبه كبار ومدرب كبير ونادي كبير يتغلب في موسم واحد 13 هزيمه، اي ان اللاعبين تعودوا على الهزيمه. احنا كان دايما عندنا مانويل جوزيه مدرب كبير يقول لك اسوء من الهزيمه التعود عليها، اسوء من الهزيمه ان انت تتعود على الهزيمه، وما بالك بقى باليونايتد.